السلام عليكم ورحمة الله، معكم أحمد أبو 50، الأحساء في بحيرة الأصفر عند الأشجار اللي زرعتها المؤسسة العامة للري، أشجار الغف الأحمر بالتحديد أقصد. هذه أشجار الغف الأحمر اللي انقلتها المؤسسة العامة للري من غابة الفول إلى أطراف البحيرة قبل سنتين تقريبا. يعني ما شاء الله المكان جميل جدا، بدأت الأشجار تنتج بذور بشكل جدا كبير وبذور جدا ممتازة. ما شاء الله نلاحظ البذور هذه عند أشجار الغف الأحمر في الأصفر، شوف أطوالها جدا ممتازة وجودتها جدا ممتازة. الصوت يعني مؤشر أنه داخل في بذور كثيرة، فهذا دليل أن بحيرة الأصفر منطقة جدا ممتازة وجدا مناسبة لأشجار الغاف الأحمر. بذورها كميات كبيرة وجودة جدا ممتازة، بالإضافة أن أنا الحين وأنا بس أخذ جولة في الموقع كثير من الأشجار بدأت تتكاثر بالجذور، فهذا مؤشر على أن الأرض جدا ممتازة جدا مناسبة للغاف الأحمر. على الرغم التملح في المنطقة، لأن الغاف الأحمر راح يعني قاعد ينتشر فيها انتشار جدا ممتاز. إن شاء الله خلال السنوات الجاية نشوف الأشجار تملي بحيرة الأصفر بإذن الله. هذه أحد الأشجار الكبيرة في الموقع، نلاحظ جنبها هذه الصغيرة، هذه واضح أنها نابتة من الجذر، هذه وهذه وهذه كلهم نابتين من الجذور. يعني المنطقة كم سنة بس، يعني شيء بسيط وبنشوفه صار غطاء كثيف جدا من الغاف الأحمر يشابه اللي في الفضول إن شاء الله. طبعا اللي دلل لنا أن هذين الثلاثة نابتات من الجذور أنهم نابتين مو بالشكل اللي زرعوه المؤسسة، يعني المؤسسة كانوا زرعين الأشجار على خطوط، وهذا لين بدأوا يطلعون من نفس الخط اللي زرعين فيه المؤسسة. فهذا الشكل العشوائي اللي راح يتشكل خلال الفترات الجاية. حتى كثافة الأعشاب هذه القلمان كثافتها مؤشر ان الأرض فيها رطوبة عالية، فالرطوبة العالية هذه راح تسمح للغاف الأحمر انه ينتشر بشكل جدا كبير. وإن شاء الله خلال السنوات القليلة القادمة بنبدأ نشوفه يتمدد في كل هالمساحات. هذه المساحات راح يتمدد وراح يوصل إلى البحيرة وراح يكون إن شاء الله غطاء جدا كثيف. أحب أجدد شكري للمسؤولين في المؤسسة العامة للري على مبادراتهم الطيبة في اهتمام بالنباتات المحلية، وبالذات اهتمامهم بالغاف الأحمر وغرسه في بحيرة الأصفر. الخطوة اللي هم سووها بصراحة خطوة ممتازة، وهذا احنا شفنا نتائجها اليوم. بدأت الشتلات تطلع، بدأت تنتج بذور الأشجار وبدأت تتكاثر بالجذور. أوجه رسالة شكر للمسؤولين المؤسسة العامة للري، وأوجه لهم رسالة أخرى، يا ريت تستمرون وتحاولون تجيبون مزيد من الأشجار وتزرعونها في مناطق مختلفة حول البحيرة. إذا اجتهدنا واشتغلنا على أشجار الغاف الأحمر في بحيرة الأصفر راح تتحول البحيرة إلى منطقة مليئة جدا بالأشجار، راح تكون غابة حقيقية حقيقية. أتمنى الخير للجميع وإن شاء الله نرى هذا الشيء بأنفسنا.